هم هذا الفكر السروري عبارة عن مذهب عبد الله بن سبأ الذي هو منازعة الحكام على الحكم، هذا واحد، والثاني اللي هو تنقص العلماء والطعن في العلم السلفي. فهمتوا هذه؟ هنا. فإن قال العلماء كلمة أو فتوى أو شيء تدعمهم نشروها في الآفاق، وإن قالوا فتوى أو شيء ضدهم مغلوبين على أمر شيبان، اللهم استعان، كبرت سنهم وهن عزمهم وفيهم غفلة، ما عندهم فقه الواقع، ما يعرفون فقه الواقع. واضح هذا؟ هذه طريقتهم، هذه طريقة المنافقين. لكن أهم شيء، أهم شيء، أهم شيء، أهم شيء، أهم شيء في العقائد، لابد أنكم تفهمون ضلال الفرق الضالة من خلال كلام أئمة السلف فيما ظلوا فيه، ورد شبهاتهم وتفنيد ضلالاتهم، إيضاح الحق في المسألة. هذا اللي أبينا، احفظوا هذه. جماعة الإخوان المسلمين في الزمن المتأخر رأوا أن عدم اهتمامهم بالتوحيد جعل كثيرا من الناس ينفرون منهم، فجاءت صورة جديدة للإخوان مطورة وهي السرورية، هي الإخوان ولكن ملمعة. بماذا؟ بأمرين: إظهار الاهتمام بالعلم وإظهار الاهتمام بالتوحيد. ولكنهم إذا تأملت في أحوالهم تجد في اهتمامهم بالعلم والتوحيد أمرين: الأمر الأول أن هذا الاهتمام إنما هو وسيلة للجر إلى الفكر طعم. ولذلك أضرب لكم مثالا: سفر الحوالي وهو من كبار قادة السروريين كان يشرح العقيدة الطحاوية، فبعد العصر يشرح العقيدة الطحاوية، بعد المغرب درس فكري يقرر فيه ما عليه السروريون الذين هم من الإخوان. سلمان العودة وهو من كبار رجال السروريين كان يشرح بلوغ المرام، في أول الأمر كان شرح حديث واحد يأخذ شريطا كاملا، ثم بعد فترة ليست طويلة صار في وجه يشرح 4 أحاديث 5 أحاديث، وفي وجه يتكلم عن الفكر والمنهج على طريقة السروريين. إذن بالاستقراء والتتبع نجد أن هؤلاء السروريين يجعلون الاهتمام بالعلم ودروس العلم والاهتمام بالتوحيد طعما للفكر والمنهج. وذلك سلمان العودة يقول: إن التوحيد يتعلم في 10 دقائق. التوحيد الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره منذ بعث إلى أن مات يدعو إليه يتعلم 10 دقائق. فهذا الأمر الأول الذي تلحظه في اهتمام السروريين الإخوانيين، لأن السروريين هم إخوان، بالعلم والتوحيد. الأمر الثاني الذي تلحظه أن اهتمامهم بالجملة لا بالتفصيل، فهم إذا تكلموا عن التوحيد لا يتكلمون عن التوحيد تفصيلا وبيان صور الشرك الواقعة ونحو ذلك، وإنما يتكلمون بالإجمال، وهذا أمر واضح ومدرك. إذن الإخوان المسلمون من خطرهم أنهم يهونون من دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والرسل، وعندهم مخالفات خطيرة في باب التوحيد، وليس لهم نشاط في دعوة التوحيد، وهذا الذي حذر منه العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين، رجل سوري كان يعيش في الكويت وعاش هنا في المملكة فترة من الزمن، وهو الآن يعيش في بريطانيا. هذا الرجل له كتب مؤلفة موجودة في الأسواق، الذي جعلنا نستبيح أن نتكلم في شأنه ونبين ما فيه من الشر النصح لا شيء آخر. موقفنا هنا موقف رجال الجرح والتعديل في علم المصطلح، في علم الرجال، رجال جعلوا مجهودهم الدفاع عن السنة، يتتبعون الكذابين والمدلسين والوضاعين ومن فيهم الضعف وأصحاب الغفلة، يبينون للناس أن فلانا كذاب، فلان دجال، فلان وضاع، فلان مدلس، فلان رافضي لا خير فيه،
هؤلاء ليس عملهم هذا غيبة، نصيحة، دفاع عن السنة النبوية. ونحن الآن إذا قرأنا لمحمد سرور وأمثاله حملات على العقيدة على كتب التوحيد، عندما يقول كتب التوحيد فيها جفاء لأنها نصوص وأحكام، لذلك زهد فيها معظم الشباب، هكذا ينفر عن كتب التوحيد وكتب العقيدة التي ندرسها في جامعاتنا وقد انتشرت في العالم الإسلامي بحمد الله تعالى رغم هذا الزعم، وأن شباب المسلمين مقبلون كل الإقبال على كتب العقيدة الموجودة في جامعاتنا ومعاهدنا وكلياتنا، بل تأتي وفود لتطلب هذه الكتب فتقررها في بلادهم في إفريقيا وفي آسيا وفي البلاد العربية الأخرى، كتب العقيدة التي وصفها محمد سرور بالجفاف، وزعم أن معظم شباب المسلمين أعرضوا عنها على عكس ذلك، منتشرة جدا والشباب مقبلون عليها، ومن أراد ذلك عليه أن يزور الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ليرى مئات أبناء المسلمين من نحو 100 دولة فأكثر يدرسون هذه الكتب فيتضلعون يرجعون إلى بلادهم فيشهرون هذه العقيدة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فانتشرت هذه العقيدة حتى في أوروبا وأمريكا ودول الشرق، وسرور يحارب هذه العقيدة وهذا السرور. السروريون ينتسبون إلى هذا الرجل، والرجل حي يرزق يؤلم، لذلك ننصح بهذه الصراحة شباب المسلمين ألا ينخدعوا ببعض كتبه التي تحمل عناوين خداعة كمنهج الأنبياء، كتاب اسمه منهج الأنبياء في هذا الكلام الذي شرحته في الجزء الأول، وقد عرض هذا الكتاب أو ذكر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وأمر بتمزيقه وأفتى بعدم جواز بيعه وأنه كتاب خبيث، وقال غيره من العلماء من هيئة كبار العلماء مثل هذا الكلام، هذه هي السرورية وهذا محمد سرور.